وعندنا كل ما تتمناه. ميسي جاباني وحب السوتيه شيتوتو ده مطعم فيه ايه؟ ام هم شيتوتو ايه؟ مطعم فيه ايه؟ ام هم عندنا برضو عواطف شطة احلى في رجل التيكي واللي بيقطع شيتوتو عندنا سلطة على انتخابات لو مش عايز نام وتغطى شيتوتو عندنا كوسة وعندنا قرع ده احنا لاز وملناش فرع عندنا كوسة ما تجيش زي ما تجيش زي ما تجيش بالمايوهات او بالترابيش بالمايوهات او بالترابيش عندنا اكل فوق الترابيزة تحتها برضو تلاقي تحابيش شي تطا تطا مطعم ايمالو تطا وهم هم وتيتي تطا مطعم فيه ايه هم هم اجمل سمع من دنيا الدمع عندنا هنا ملا قلم سامع عندنا شربة تنسي الغربة وافكار طازة جريئة ولامعة عندنا كوسة عندنا قرع احنا الاصل وملناش فرع وعندنا كوسة عندنا قرع احنا الاصل وملناش فرع شهر وانتوا طيبين ومعنى كده ان كل الناس قبلت مرتباتها سواء في القطاع العام او القطاع الخاص يعني القوة الشرائية عند المواطن بقت في اعلى معدلاتها وطول ما المواطن في جيبه فلوس ما بيقدرش يكبت شهواته وشهوة الطعام من اكبر الشهوات عند الانسان وزي ما احنا شايفين كده في الرسم البياني ان من يوم واحد لتلاتة في الشهر هي نقطة الذروة المادية عند المواطن انما بقى في جهات كتيرة جدا بتتصارع علشان تهبش الفلوس دي من جيب المواطن منها الحكومة نفسها اللي قبضت المواطن مرتبه بترجع تاخد المرتب منه تاني عن طريق فواتير الكهرباء والغاز والمية وفواتير الزبالة وفي كمان جهات غير حكومية زي شركات الاتصالات فواتير الموبايلات اللوجوهات الأغاني الرنات وما تنسوش الدروس الخصوصية احنا بقى لازم نسبق الكل ونستولي على الفلوس اللي في جيب المواطن وده لن يتأتى إلا بتقديم خدمة ممتازة وسعر أقل يعني المواطن اللي كان بيمر قدام باب المطعم ويشم ريحة سندوتش الكفتة المفحفح اللي تمنه 7 جنيه عاوزه دلوقتي وهو في جيبه فلوس يمر قدام المطعم ويشم ريحة السندوتش ويلاقي سعره 3.5 جنيه بدل ما يدخل يشتري سندوتش يشتري 2 و3 و4 عاوز تضيف حاجة يا مستر نجاتي؟ أولاً اسمح لي أسجل إعجابي العميق بهذه المحاضرة القيمة اللي بدون شك الأولاد استفادوا منها كتير يسمح سيدي عادل بيه أن أستوضح عن نقطة صغيرة ومهمة أوي تفضل مستر نجاتي حضرتك قلت النهاردة واحد في الشهر وهذا اليوم بالذات
كل موظف القطاع العام والقطاع الخاص بيقبضوا في هذا اليوم بالذات. مظبوط؟ مظبوط. امال احنا ما قبضناش ليه؟ سؤال وجيه، اقدر اعرف الاجابه؟ الاجابه بسيطه وواضحه جدا. الناس اللي قبضوا دول اشتغلوا وشقيوا وتعبوا، لكن تقدر تقول لي انتوا عملتوا ايه طول الشهر اللي فات؟ ما عملتوش حاجه. فين الإيرادات اللي حققتوها؟ علشان كده أنا وقفت المرتبات لغاية ما أشوف هتعملوا إيه الأيام اللي جاية. الزباين معاها فلوس والمطعم هيبقى قرش كومبلي، يعني الكورة في ملعبكم. وزباين المطعم أنا عارفهم واحد واحد. الزبون اللي كان بيجي في نص الشهر يطلب واحد مكرونة وربع كباب، عايزه في أول الشهر يطلب 4 مكرونة وكيلو ونص كباب. أؤمر يا فندم. واحد شاورما بس؟ كفاية. قصدي يعني أجيب لي سعادتك كده 5 كيلو كباب تأزئز فيهم عبال ما الشاورما تيجي؟ أنا مش عاوز كباب، أنا عايز واحد شاورما. ايوه فيلم، اقصد يعني طرب، نيفه، كبده اسكندراني. يا سيدي انا عاوز واحد شاورما. حاضر. ايه ده؟ ده واحد شاورما انما هو. انا هاكل كل ده؟ بالهنا والشفا يا فندم، اتفضل سعادتك. السكينة اهي والعيش اهو، قطع براحتك وبالهنا والشفا. ركز في سيخ الشاورما عشان تلحق تخلصه. يا متر لو سمحت يا متر. ايه ده؟ فندم سعادتك طلبت واحد سلطة فواكه، ما هو ده وان فاروق صلاح. ده واحد فاروق سلطة؟ ده جنينة فواكه يا باشا، كل اللي تاكله والباقي هنلفهولك في ورقه. لو سمحت يا متر. الزباين مالهم النهارده بس؟ في ايه يا فندم؟ انا طالب ازازه ميه معدنيه. يا خبر، الميه لسه ما جاتش متر. استنى، الميه جت. طب ايه المشكله؟ انا طالب ازازه ميه مش برميل ميه. يا فندم دي العبوه الاقتصاديه، لو اتفتحت ما عدتش تنفع. لا ده يبقى استقراض بقى. هو انا عشان ازور وعايز اشرب او اشتري برميل ميه اوديه فين ده؟ يا فندم ما هي دي هتتكتب باسمك، اشرب زي ما انت عايز وكل يوم تيجي تاخد بقه. يعني انا مش فاهمك يا فريد. ايه ده؟ يلا يلا يا سامي يلا. الشاورما برضه. انت دلوقتي ايه اللي مخليك منزلاني؟ مش معاكي توكيل تروحي تقبضي المعاش؟ روحي يا ستي اقبضي المعاش انت وسيبيني انا مستريح في البيت. يا سلام عليك يا سامي، ده اليوم الوحيد اللي احنا بنخرج فيه مرة في الشهر علشان خاطر نشم نفسنا. خليك انت قاعد هنا وانا هقوم اطلب الطلبات واروح اجيب لك المعاش عبال ما الطلبات تيجي. طيب يا ستي ربنا ما يحرمنيش منك. هتأكلينا ايه النهارده؟ شوفي بقى، انا شامم ريحة فتة كوارع. فتة كوارع ايه بس؟ انت الدكتور مش منعك تاكل سمين؟ كفتة. كفتة؟ كفتة ايه؟ انت لازم تاكل اكل صحي زي الدكتور ما قال. طواجن. طواجن يا فريدة شوفي فيها ايه. طواجن ايه بس؟ انت الدكتور منعك من الاكل ده يا متر. اقمره. في عيش سن وجبنة قريش؟ عيش سن ايه؟ عيش سن ايه وجبنة قريش ايه؟ انا مش عايز لا عيش سن ولا عيش درس، انا زهقت خلاص من جبنة القريش. تسمح من فضلك تسكت خالص؟ لازم تاكل الاكل اللي انا هطلبه لك الصحي. يا حبيبتي يا حبيبتي، ده يوم في الشهر يا فريده. يا ست فريكه، الراجل من حقه حاجه كده، ترم عظمه لمصلحته. ايه ده؟ انت مالك انت تتدخل في الحاجات دي؟ الدكاتره مانعينه عن الاكل ده. الله
والله احنا يا فندم لو عشنا بقى وسمعنا كلام الدكاترة لا هناكل ولا هنشرب. وحياة عينيك قول لها. ايوه يا فندم قول لها. الله بص يا ست فريكة هقول لي حرك حاجة. انا والدي عدى ما شاء الله 97 الصبح بيفطر طاجن بامية وتسع بيضات يشقطهم على راسه والخلاصة تنزل في بقه ويبلعهم. ده العلم برادفير جابني الارض. ده من يومين بس بقول له كلمة زعل راح رزعني ألم راسي لفت مرتين. سكت راح لممني بذراعه التاني رجعها مكانها. ايه ده ايه ده؟ احنا هنقعد نسمع حكاية ابوك؟ لا ده امي بقى اللي 112 سنة وجابت طلبة. امك ده ايه؟ يلا اتفضل روح هات لنا الطلبات اللي احنا طلبناها. حاضر عيش سن وجبنة قريش. ايوه بقول لك ايه؟ ما عندكوش حاجة خضرة كده خصاية مثلا يقعد يقرقش فيها عبال ما ارجع؟ لا مش عايز خص. وبعدين انا مش ارنب عشان اقعد ارقط في خص. هتاكل الخص يعني هتاكل الخص. واسمع تنزل الطلبات اللي قلت عليها عبال ما اروح البوستة وارجع. كاتي كاتي اسمع بقى سيبك من الكلام اللي اتقال ده كله. لا جبنة قريش ولا عيش سن تسمع اللي بقول لك عليه بالحرف. هي بس مدام بورتريك ما فيش حاجة اسمها المدام. أنا هنا كل حاجة. أنا اللي كلامي يمشي في المطعم ده. يا خرب على جمالك كنت عم زكت كنت الشركس كده. الله أمال ما زعقتش قدامها ليه؟ بضحك عليها باكل بعلاها حلاوة. النهاردة أول الشهر وهي معاها توكيل بقبض المعاش أزعق أنا؟ ما فيش مصروف فهمتني؟ بس اصحالي بقى عشان تسمع الكلام اللي بقولك عليه. في خلال 5 ثواني عايزك تجيب لي طبق فتة كوارع. بس لكن مش لكن انا هدفع فلوس وده قبل المدام ما تيجي. بص انا محوش من وراها 100 جنيه اهم خدهم كلهم. هات طبق فتة كوارع بسرعة. على الباب عشان تشوف المدام وهي جايه. بس على مهلك لا تزور. بقول لك ايه؟ 1 بسبوسه بالقشطه. لا ده انت افتريت بقى. يا كاتي. نعم. في حاجه فاضله من 100 جنيه؟ اسف يا فندم. فاضل 2 جنيه ونص. طب هات لي سطل عصير قصب. عادل بيه اسمح لي انحني احتراما لعبقريتك الفذة التي ليس لها حدود. فكرة اول الشهر دي فكرة جهنمية فعلا. الناس بتتصارع على الاكل. لا 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 سعادتك بص بياكلوا مش همامهم اي حاجة. انا في اعتقادي كده ان اقل ترابيزة النهاردة ان شاء الله هتقفل 1000 جنيه. انت بتخدعني يا نجاتي. امال الترابيزه اللي طالبه عيش سن وجبنه ده نقفله احسن. ايه فاكرنا هنا في محطه مصر بنبيع سميت وجبنه وبيض وشيبس؟ مين يا فندم اللي قال سميت وبيض وجبنه؟ مين اللي قالك الكلام ده؟ الاوردر قدامي اهو حتى انا حطه على جنب. ترابيزه 2 يا استاذ. ترابيزه 2 دي يا سعاده البي انا شغال عليها شخصيا وقدرت بعبقريتي. انا بقى انا ما بحبش اتكلم عن نفسي اصلا. انا واعوذ بالله من قولت انا بعبقريتي حولت العيش السن والجبنه القريش الى فتت كوارع بسبوسه بالقشطه وشويه عصير قصب. امال لا مؤاخذه يعني فلوس الترابيزه دي فين؟ مية جنيه تحت الحساب. وبيعملوا ايه في جيبك ال 100 جنيه؟ ما انا اصل لسه ما عملتش الفاتوره. ما عملتش الفاتوره ليه؟ اصل يا فندم انت عارف انا من شيمتي اني اكتم السر. الراجل اللي طلب الاكل ده بياكل في السر لانه بيخاف من مراته. اما بيسر نجاتي الحق يا فندم. مالك بتجرز البط اللي عايزه تبيض كده؟ ايه ترابيزه 2. مش المستشار؟ لا مراته طبت عليه. لا لا مراته ما جاتش. امال في ايه؟ اغمى عليه جات له قمه السكر. سكر ست المستشار شامي بيه سكر. جاله سكر.
ربنا يستر وما يروحش فيه. سامي بيه، سامي بيه في ايه؟ يا ساتر يا رب، سامي بيه فوق ماله؟ يا خبر ابيض، مفيش نبض خالص. سامي بيه يا ساتر يا رب، سامي بيه فوق. انا نجاتي، نجاتي اللي جبت لك الفته. سامي بيه، ايه ده؟ وفي ايه؟ ها؟ لازم في حاجه في الاكل. لا حاجه ايه؟ يا لهوي يا سامي بيه، في ايه بس يا دي النيله؟ الاكل فيه ايه بس؟ الحمد لله الاكل ملحقش ينزل لنا. يا مراوح سامي حبيبي، كلامك يا حبيبي فيك ايه؟ عملتوا فيه ايه؟ شوية صداع بسيط. صداع ايه؟ اكلتوه ايه يا مجرمين؟ حرام عليكم. سلامتك يا حبيبي، سلامتك فوق فوق يا حبيبي. انا لازم ابلغ البوليس. فين صاحب المطعم؟ استعجلوا لي الاسعاف بسرعه. والله يا ست فريده احنا ما لناش ذنب، زوج حضرتك هو اللي اصر على الفته بالموزه والمسموزه. افتح. لو سامي حصل له حاجه مش هيكفيني فيه ان اخد روحك، انت فاهم؟ اجري اجري بسرعه، روح معاهم وما ترجعليش الا لما تطمني على الراجل. يلا والله العظيم كنت عايز اجيب مراد ده. خد من قدامي انجري. هو اللي طلب ايش؟ امشي. خدوها وقعدوا على خلاها. مفيش ولا زبون راضي يهوب ناحيه المطعم. طبعا في زبون في تشيتوتو اكل اكله واغمى عليه. معقوله راجل كبير زي ده تقدموا له فتت كوارع وبسبوسه بالقشطه؟ يا فندم يا فندم، مستر نجاتي هو اللي كان شغال على الترابيزه، هو المدير، احنا العبد المامور. احنا مجرد دمى تحركنا الخيوط. بعت مسكت فلسفتك دي انا مش ناقصها. اهو جه اهو اهو. كنت فين من امبارح؟ الراجل اللي كان هنا مات. مات؟ لا لا الحمد لله بقى كويس زي الفل. انا فضلت معاه في المستشفى وقعدنا احنا الاثنين مع بعض في العنايه المركزه. انا خدت سرير وهو سرير وفضلت معاه للصبح لحد ما لقيته كويس، جبت له ورد وروحته لحد البيت. طب ما دام الراجل بقى كويس مالك داخل كئيب كده؟ الفاتورة بتاع المستشفى 4670 جنيه. وانا مال انا ما فضلت المستشفى؟ انا شخصني. اصل الراجل كان عاوز يرفع قضية هو والست تفيدة مراته، انما انا بصراحة طلعت عبقري يعني واقنعتهم ان احنا هنا في المطعم هندفع كل مصاريف المستشفى والعلاج بالكامل. خموك خموك. بس الاستاذ مش واقف، يعني انت تغلط وتقدم للراجل بس بوسه بالقشطه والمطعم هو اللي يدفع؟ انا شرفني ان عنده سكر، والله ما قال لي. الله، راجل كبير زي ده لازم تعرف قبل ما تقدم له الاكل هو عنده ايه. يعني عايزني اكشف على الزبون قبل ما يجي ياكل، قبل ما اقدم له المنيو؟ تسمع الحسن انت نجاتي. ايه يا بيه؟ انت قلت ايه؟ قلت ايه دلوقتي؟ قول اللي انت قلته تاني. ما تتحركوش من هنا. انا بقول يعني زبون قبل ما يجي ياكل عامل له ايه؟ اكشف عليه واشوف اذا كان عنده سكر ولا ضغط. برافو عليك يا نجاتي، انت عبقري يا نجاتي. هو ده اللي انا عاوزه بالظبط. انت قلت عين الحقيقه وعين العقل، وجدتها. شوفوا الناس بتخاف تاكل ليه؟ لانه في علم النفس في حاجه اسمها فوبيا الطعام. يعني الزبون قدامه طبق مخلل، في بتنجانية مخللة نفسه راحت لها، هيموت ويمد ايده ياخد البتنجانة، بس هو مش عارف هل البتنجانة دي تضره ولا تنفعه. دورنا احنا كمطعم ان احنا نرشده نفهمه. من هنا ورايح شعار مطعم تشيتوتو الصحي: يا زبون كل وانت مطمئن. الدكتورة هتبقى مسؤولية تامة وكاملة عن الوحدة الصحية التابعة للمطعم، هي الوحيدة اللي في ايدها قرار الاكل بالنسبة للزبون، هي اللي تقول الزبون ياكل ايه وما ياكلش ايه. واحنا دورنا ايه في المستشفى دي؟ التمرجية؟ ايوه بالظبط. هنا في مطعم تشيتوتو مش هيبقى فيه لا جرسونات
ولا وترات ولا مترات. هيبقى في تمرجية وتمرجيات، مش هيبقى في اوردرات، انما هيبقى في روشتات. عظيم. برافو برافو. انت مش محتاجة التحاليل، تفضلي على قسم السمنة وإزالة الدهون وشفط النخاع. اللي بعده. يا جدو، نظام المطعم اتغير، لازم تحلل الاول وبعدين تاكل، ما فيهاش حاجه. يا ابني انا كويس، مش عايز احلل. لا 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 لا، لو سمحت لو سمحت سياده المستشار، انت بالذات ما تهوبش ناحيه هنا تاني، كفايه اللي جرالها من تحت راسك. كتفه يا كابتن عشان تقيس الصبح. وين صبعه ده؟ صبعه. يا نجاتي افهمني افهمني يا حبيبي، المره اللي فاتت كان في سببين يرفعوا السكر والضغط كمان. اولا كان معايا مراتي، ودي ترفع ضغط بلد بحالها. ثانيا كان اول الشهر، يعني معاد قبض المعاش، والمعاش انت عارف ما بيكفيش لولا ستر ربك. بس بالقشطة. شوف برضو هتقيس السكر، لان ان شاء الله هيجي لك سكر. اخبار السكر ايه يا دكتورة؟ السكر متظبط، بس يا ريت نفضل مظبطين. شوف شوف، مش قلت لك ما عنديش سكر؟ ما عنديش سكر. يلا بقى يلا حبيبي عشان نقيس الضغط. يلا. ضغط ايه؟ انا ما عنديش ضغط. اسحب اسحب، هنقيس الضغط. شمر الكم. شمر الكم ليه؟ شو هتقيس الضغط ولا قيسه لك انا بمزاجي؟ لا 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 لا، قيس قيس. ضغط مظبوط جدا، ضغط هايل، 217 على 5. برافو. نعم، عايزين تقيسوا حاجة تانية؟ يا ريت مقاس صباع رجلك الكبير ونشوف ازاي بيتحشر في الجزمة. يا جدو انت زعلان ليه؟ دول بيعملوا لمصلحتك. مصلحتي ايه يا تامر؟ بس تعالى يا اخي. ده كده مات. اخر يوم ليكوا في الفترة النهاردة، في مشويات لمدة اسبوع كامل، مفهوم؟ يا ترى الحلو ايه؟ جزر، لانك بالذات انت عندك نقص في فيتامين ايه. كله موجود قدامك. طبيب امتياز دكتور نجاتي. ايوه لو سمحت. يس دكتور. ايه الترابيزه دي مالها فاضيه كده؟ معلهاش طلبات؟ ايه ما طلبوش حاجه؟ ده قسم السمنه يا فندم. ايه ما طلبتش حاجه، لانها بس اصلا مش عايزه تاكل عشان ما تزودش السعرات الحراريه، فبتتكلم وبعمل لها شويه علاج طبيعي عشان اطلع الدهن. والحساب؟ ايه يا فندم، حسبتها على الكلام وسبت الكحه علينا. طب حضرتك تطلب ايه؟ ما اعرفش. ما هو ما ينفعش حضرتك لازم. ما اعرفش. ايه ما اعرفش؟ ما اعرفش. ايوه مستر. ايه ماله الزبون ده بيتضايق ليه؟ والله ما انا عارف يا مستر، ده هيجنني حضرتك، هيجنني. انتوا ما تعرفوش تصرفوا ابدا، اتكل على الله انت وانا اللي هقدم على الترابيزه دي. يلا. مساء الخير يا فندم. عاد النور صاحب المطعم. ساعتك بتشتكي من حاجه؟ انا بشتكي من الدنيا كلها، ولو طولت اولع في نفسي قدامك بالوقت والله اولع في نفسي واولع في المحل كله. لا 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 لا، سعادتك اهدى اهدى، اسمح لي بس اطلع على الريبورت الصحي بتاعك. بسم الله ما شاء الله، ده انت مسموح لك تاكل كل حاجه، امال ايه المشكله؟ يعني مفيش مشكله؟ طيب ماشي، اكلني انت، وريني هتاكلني ايه. لحمه. ايه رايك في حته لحمه مشويه على الجريل او على الفحم؟ لحمه؟ بتقول لحمه وبتقولها في وشي؟ مالها اللحمه؟ ما سمعتش عن جنون البقر؟ ما بتقراش جرايد؟ مش عايش في الدنيا؟ اضمن منين ان اللحمه اللي انت هتجيبها لي ديت مش من بقره عندها خلل
هو انا رايز جنان؟ طب ايه رايك سعادتك في الفراخ؟ افرخ انا شويه. فراخ؟ بتقول فراخ؟ انت ايه؟ ما سمعتش عن انفلونزا الفراخ اللي مدمره الدنيا؟ انت اكيد عايز تموتني. ايوه مراتي اللي مسلطك عليا. بلاش لحمه وبلاش فراخ. نخش على السمك. النفايات الذريه اللي بترموها في الميه السمك يقعد ياكل فيها. عايز تاكلني سمكه واكله نفايات ذريه؟ هتنفعني انت ساعتها؟ بلاها اللحوم خالص. نخش على الخضار. ايه راي سعادتك اعمل لك طبق حلو كده خضار فريش؟ لا خضار لا، الخضار ملوث بمبيدات مسرطنه. حرام عليك حرام عليك. التقل ايه؟ طب اكل سعادتك ايه؟ معرفش. هلها انت بقى، انت بتقول ان مفيش مشكله وانا بشتكي ليه؟ وريني بقى انت عبقريتك. انا رايي نبطل اكل. سليم الحمد لله. عندك شويه التهاب في اللسان، لا مفيش مشاكل، هتقعد عندنا شويه لحد ما تشوف تدفع الحساب كويس. مستر نجاتي، الراجل اللي في ترابيزه 2 وقع. سياده المستشار، الراجل ده من يوم ما جه هنا وانا عارف انه مش هيجيبها البر ورايا. ايه ده؟ ماله يا سياده المستشار؟ انا عارف يا اخي، جيل بايظ، جيل هفتان، جيل ورق قش، يا دوب اكل حته ليا قد كده، جراله اللي جرى كده. تامر تامر تامر، مالك مالك؟ اصحى حبيبي فوق. تامر مش عارف، حاسس اني دايخ. هقع هيقع يا دكتوره. مين صرف له اكل من غير روشت؟ اصله كان ليه جده. ده لازم يتنقل عليا مركزه حالا. اخبار الايرادات ايه يا سياده الجراح؟ ضربنا الارقام القياسيه في الايراد بتاع مطاعم البلد كلها، ومع ذلك ما غيرناش اسعارنا زي ما هي. يا دوب اضفنا 17% خدمه و20% رعايه طبيه، وده فرق معانا كويس قوي في الايراد، ومع ذلك الزبون مبسوط، بياكل وهو مطمئن. مبسوط بس ده طاير بينا، لانه ضامن الاكل اللي بياكله هنا احسن من بيته. احنا عندنا السيد المستشار، عارفه سعادتك بيفطر ويتغدى ويتعشى عندنا. النهارده كتبت له خروج بالعافيه. انت عارف الخمس مطاعم اللي حوالينا بينشوا، ما عندهمش ولا زبون، ما يقدروش يقفوا قدام اكتساع تشيتوتو البولدوزر. يا باشا انا عندي حجز زيفرفيشن شهرين لقدام، العالم واقفه طوابير قدام المطعم عشان الترابيزه فاضيه. مفيش حاجة تفرح. شايف يا شلبي المطعم هنا بالضرب ازاي؟ كل دول زبايني وانا عارفهم، سابوا المطعم بتاعي نش وجم على شي توتو. مطعم صحي وطب ايه؟ كله في الاوانطة. اوانطة ولا مش اوانطة، انما شغال واكل الناس. ده مش اثر على المطاعم بس، ده أثر على المستشفيات كمان. ولا الدكاترة اللي فاتحين عياداتهم على واحد عنده مغص ولا واحد عنده تلبك معوي، دلوقتي قاعدين في عياداتهم بينشوا. أنا ليا واحد صاحبي دكتور بيشتغل دلوقتي في بنزينة. مين داخل ياكل عندهم؟
ايه ده معقولة؟ ده وزير الصحة. وزير الصحة داخل ياكل في مطعم. طبعا لازم يكسر الدنيا. الناس مطمنة هي بتاكل ايه؟ أرزاق. الناس واقفة هنا مش لاقية ترابيزة والدخول بالواسطة، وأنا مطعمي يتقفل بالضبة والمفتاح. معالي الوزير، تشريفك لنا في مطعم تشيتوتو وسام نحطه على صدورنا. أنا أصريت النهاردة أجي فجأة لسببين. أولاً لأن واثق من اللي سمعته عنكم، مش بس عشان أنظف مطعم في البلد، لكن الفكرة دي خليته مطعم صحي متميز. والسبب التاني معاليك؟ عشان أبلغك يا سيدي إن مطعمكم أختير كمطعم صحي متميز في الشرق الأوسط، ومدام روشار نائب رئيس منظمة الصحة العالمية جايت نفسها عشان تسلمكم الشهادة، والتجربة بتاعتكم في مشروع بتعميمها عالميا، وطبعا هيكون ليكم حق الإشراف والإدارة على سلسلة مطاعم تشيتوتو الصحية العالمية. شكرا لهم عليك. تفضل سعادتك. تفضل معاليك. تفضل فين؟ تفضل فين؟ تفضل فين معالي الوزير؟ لا 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 نجاتي. ايوه، ما احنا لازم نطمن على صحته ونخاف عليه عشان نقدم له الاكل الصحي المناسب. نجاتي، ده الدكتور معالي الوزير وزير الصحه. ما هو ده ادعى ان احنا نكشف عليه ونعمل له شيك اب عام عشان نطمن عليه. لازم اول لو سمحت فين الصبع بتاع السكر؟ وهنعمل لك السكر وبعد كده هنشوف الضغط والقيس القلب. انا عامل حسابي وجايب معايا التقرير الصحي بتاعي. سلام. وزراء يا عم واخدين بالهم من نفسهم ما شاء الله. اوه تشيك اب سي دي ام او بيولوجي للسكر، برافو. الضغط، الملح، الموتين، الفلفل زايد، ترشي. عظيم عظيم عظيم. بس حضرتك عندك نقص في الكالسيوم. انا من صغري ما بحبش اشرب اللبن. خلاص يبقى اكل سعادتك هيبقى زبادي وبياض بالطين بقشره. وماله. اتفضل سعادتك. اتفضل اتفضل. اللي بعده العالم دي هم اللي قفل المطاعم بتاعتنا، وانا لا يمكن اسيبهم. وهتعمل ايه؟ هقفله هو الاخر. هتقفله؟ ده وزير الصحه شخصيا داخل يتعشى عندهم. ولو سياده الوزير لقى في الاكل حاجه. حاجه ايه؟ شويه بكتيريا لا ترى بالعين المجرده يترموا في حله، وركك بس حاله تسمم واحده تحصل في المطعم، وبقابلني بقى لو اي حد من الزباين هاوي بناحيته تاني. انت عارف الفيروس لو عدى من قدام المطعم يمسكوه. دول جايبين اجهزه ما بتعديش الهواء يا عبد السميع، يبقى هتعدي بكتيريايا. يبقى ما بدهاش بقى. هتعمل ايه يعني؟ زي ما التكنولوجيا اتطورت، علم السموم هو اخر اتطور. سموم؟ ودي هتدخلها المطعم ازاي؟ في اخر مكان حد يتوقعه. الحرامي الناصح لما يحب يستخبى يستخبى ورا اسم البوليس. احنا بقى هنحط السم فين؟ انا اللي اعرفه ان السم في العسل. عسل ايه بس؟ انا هنحط السم في انضف مكان في المطعم. هنحطه في الفوط السخنه اللي بيمسحوا بيها ايديهم قبل الاكل وبعد الاكل. عادل بيه، انا جاي ابارك وهني. اهلا اهلا وسهلا يا عمر. اتفضل اتفضل. الله يخليك. هو مش عشان يعني قفلوا المطعم بتاعي اقوم انا اكره لك الخير؟ لا والله، ده انا بدعي من كل قلبي ان يبقى احسن مطعم في الدنيا. وعلى فكره بقى، انا كنت جايب لك معايا بوكي ورد خدوه مني على الباب. معلش، اصل ده نظام في انواع معينه من الزهور بتعمل حساسيه لبعض الزباين. اي ورد بيجي بناخده نحلله وندخل الصالح منه بس. ونعم النظام. على فكره احنا قرينا ان وفد الصحه العالميه جاي النهارده ان شاء الله. مظبوط. ربنا يستر. باذن الله ربنا هيستر. الله، هما هيلاقوا انضف من كده فين؟ وعلى فكره عادل بيه، احنا اخوات
ولو طلبت مني ان انا امسح المطعم ده واكنسه انا ما اتاخرش. العفو يا عمر العفو، قد القول. انما اقول لي، انت مش ناوي تبيع المطعم بتاعك بقى؟ انا يا ريت الاقي حد ياخده. بس يا سيدي انا جاهز، اصل احنا هنفتح سلسلة مطاعم تشيتوتو، وانت عارف اسم تشيتوتو دلوقتي بقى محل للثقة. طبعا طبعا. بقول ايه يا عادل بيه؟ الفوط العادية اللي انتوا حاطينها بره دي والمناديل الورق دي ما تنفعش في مناسبة زي دي. ازاي بقى يا عبد؟ ده مصنع الورق عنده خط انتاج مخصوص باسم تشيتوتو، والفوط اللي عندنا دي بنغسلها ونعقمها ونكويها يوميا في المغسله بتاعتنا. لا 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 لا، ده كلام عفى عليه الظهر. انا لسه راجع من اوروبا من كام يوم، وعارف ان المطاعم اللي هناك بتقدم فوط معقمه محطوطه في كاس مقفوله عليا، زي اللي بيقدمها لنا في الطياره في الفيرست كلاس. مظبوط. ولو انت قدمت الفوط دي هيبقى المطعم كامل من مجاميعه. هي فكره هايله يا عبد والله، بس للاسف هنجيبها منين؟ ما عندناش وقت، ده الوفد يا دوب هيوصل بعد ساعه. ما هي دي هديتي ليك يا عادل بيه، ومعاها كمان الجهاز اللي بيقفل الاكياس اليا. كده هتبقى المساله مضمونه 100%. سلام عليك يا عبد، انا مش عارف اشكرك ازاي. تشكرني على ايه يا راجل؟ تشكرني على ايه؟ ده احنا اخوات. ويا ريت حد يجي ياخد الحاجات من العربيه. دي غرفة العناية المركزة الخاصة بالمطعم. سيلفو بلاي. ده جهاز أشعة متطور جدا، مرتبط بالكمبيوتر على طول. أول الزبون ما يمر من تحتيه تبان حالته الصحية قبل ما ندخله المطعم. سيلفو بلاي. مدام روشان زي الفل، كوم لوز وزان. Mademoiselle et Monsieur, bonsoir, bonjour, à tout à l'heure, bienvenue. إخنا هنيدي لخضرتك سيدي في الطعمية دي علشان يعرفوا إن دي طعمية من غير بكتيريا، وياريت خضرتك تدي الفيلم لمنظمة السخة العالمية. ميرسي بوكو. ترانسليت. بون ابيتيت. بون ابيتي.
suis très heureuse d'être dans ce restaurant qui est le plus propre de la région et où l'hygiène y est irréprochable. C'est la raison donc que, au nom de l'OMS, nous avons décidé de décerner le grand prix de مدام روشار الحاولي بالدكتورة بسرعة بسرعة على التسمم مع سبق الإصرار والترصد. استدراج مندوب الأمم المتحدة ونائبة رئيس منظمة الصحة العالمية للمطعم وتقديم طعام مسمم. دي مؤامرة دولية كبرى. ازاي بس التسمم هيجي منين؟ الطعام عندنا في المطعم طعام صحي جدا. لما نتيجة التحليل تطلع هنعرف. يا باشا دول ولادنا هم اللي تسمموا. هنتآمر عليهم ازاي؟ ده كفر. عشان ما يبانش إن مدام روشار والوفد اللي معاها هم اللي مقصودين. دي لعبة قديمة قوي احنا حافظينها. يا فندم الاختبارات الأولية بتقول إن مفيش أي أثر لأي نوع من السموم ولا في الأدوات ولا في الأكل. آه شفت ساعتك وبعدين الست روشار الله يكرمها ويحسن إليها كان علشان تدينا جايزة هنسميها ليه؟ أستاذ عادل أنت من سعادتك كنت عايش في إيطاليا 20 سنة؟ أيوة يا فندم. كان ليك اتصال بمنظمات المافيا؟ ها؟ جندوك إزاي وإمتى وفين؟ لا لا بقولك إيه سعادتك أنا أرفض هذا الاتهام. اي مافيوز يقول انه جندني احط صابع في عينيه. بس التسمم حصل في مطعمكم وانتوا المسؤولين. لا 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 سعاده البيه كده الموضوع كبر قوي قوي. انا اسمح لي اسجل في المحضر بتاع سعادتك ان انا شريك في هذا المطعم بنسبه 6%. مش معقول بهذه النسبه اللي هي 6% اسمم مطعم بحاله. انا اطالب بالتحقيق للجنة عليا مسؤولة لأن اللي حصل ده جريمة بشعة مضرها بس السياحة المصرية. أنا الحقيقة دكتورة الحقيقة دكتورة مفيش أعراض تسمم المعروفة بس في حاجة غريبة إنه لقى المستشفى تحفظ عليه. الحمد لله اظن كده البراءه بانت. اصل مش معقول يا فندم صاحب المطعم يسمم نفسه بنفسه. اه فعلا كده الحياه بانت. ايه بقى البصه الغريبه دي؟ لا مؤاخذه مش حلوه دي يا باشا. من سعادتك شريكه بنسبه 6%. ايوه فندم. ايه اللي يمنع ان انت تتخلص من صاحب المطعم وترفع نسبتك ل 100%؟ ده الكلام ده يا سعاده البيه ده عادل قبل ما نكون شركة. احنا اصلا ايه اللي بيجيب نفس أعراض الحالة بس بنسبة 6%. يا فندم لازم ناخد عينات جديدة ونعيد تحليل كل حاجة في المطعم. يا دكتور اللي بنعمله ده ما منوش فايده. التهمه ثابته ثابته. كل اللي كانوا في المطعم جات لهم الحاله الغريبه دي الا انا. اذا كنا مش عارفين الناس دي جالها تسمم من ايه على الاقل نعرف ليه انا ما جاليش تسمم. ولما حتى تجيب خبر دولي ولا حتى تبعت العينات فرنسا وامريكا برضه مفيش حاجه هتبان. انا قلت هقفله يعني هقفله واديني قفلته بالشمع الاحمر. خد حلي بقك. ولو تعمل ايه بعد كده يا عمر؟ احنا هنهدلنا كده اسبوعين ثلاثة وبعدين ننزل نشتري بالثمن اللي احنا عايزينه. متنساش انا شريكك. مان وانا هسيبك الشلبي. وهنسميه ايه بقى بعد ما ناخده؟ هنسميه مطعم عبد السميع وشركاه وهنغير الواجهة دي كلها. بلا طب بلا صح بلا دياولو. مغص فظيع. ايه مالك يا شلبي؟ الشوكولاتة دي فيها عملتها عبسمية؟ أصلا أنا شلبي يا أخويا زي الفريق ما أحب الشريك.
هي دي، انا الوحيده اللي ما لبستهاش لاني طول الوقت لابسه جوانتي. الفوطه دي لازم تتحل. اوكي الحقوني الحقوني، عبد السم من وهرب، حط السم في الشوكولاته وهو اللي عمل ده كله، حط سم من نوع خاص. في الفوطه السخنه للوفد الاجنبي والزباين عشان يقفل المطعم. اسمحولي قبل ما اي حد يمد ايده على الاكل، مطاعم تشيتوتو بتقدم لكم نصيحه مهمه جدا. الاكل ضار جدا بالصحه، والمطعم غير مسؤول عن الاثار المضره للاكل. فالاكل الصحي موجود عندكم في المنيو، والاكل المضر بالصحه موجود برضو عندكم في المنيو. فالزبون يختار الاكل اللي يعجبه. ايها الزبون، عقلك في راسك، تعرف خلاصك.